سعيدة اليوم بتواجدي في هذه الثانوية العتيقة، والتي كما تفضل رفيقي مكاوي يعني بسرد بعض من تاريخها، والكل يعرف بأن هناك يعني نخب كثيرة تخرجت من هذه الثانوية، ونحن نأمل بأن كل ثانويات المغرب تنهض في القريب العاجل وأن تلعب دورها، لأنه كما يقول المفكر ميشيل سير في الدول النامية المشكل ليس هو مشكل فشل نموذج اقتصادي، بل هو فشل منظومة تربوية. ونحن اليوم نعي تمام الوعي ما تعاني منه المدرسة والجامعة العموميتين، وكيف يجب أن ننخرط جميعا في النهوض بهما. أولا فيما يخص موضوعنا اليوم، يعني موضوع شاسع سيحيلنا على سؤال الديمقراطي وبناء الديمقراطية والانتقال الديمقراطي الأبدي في بلادنا، وكذلك سؤال التنمية، والتي بشهادتي على سلطة في البلاد أن هناك فشل النموذج التنموي. فأين يتجلى هذا الفشل؟ ولماذا نحن في انتقال ديمقراطي أبدي؟ ما هي المعيقات الذاتية؟ وما هي الرهانات الدولية؟ وما هي الأسباب والمسببات التي تجعل المغرب أزيد من 60 سنة بعد الاستقلال يكاد يراوح لا يراوح مكانه؟ أولا فيما يخص السؤال الديمقراطي، الجواب السريع هو أنه في المغرب نحن في ديمقراطية الواجهة وفي مؤسسات الواجهة. لماذا؟ لأن السلط كلها لا زالت ممركزة، وحتى في دستور 2011 يعني السلط ممركزة، وليس هناك احترام للمبدأ المؤسس للدساتير الديمقراطية، ألا وهو فصل السلط، وسنرجع عند هذه المسألة. إذن ليست هناك من ديمقراطية. كيف؟ في بلادنا كثيرون هم من يتكلمون عن تقوية الديمقراطية وتقوية المسار الديمقراطي. أنا أريد هنا أن أذكر وبعجالة عن المراحل الثلاثة التي يفترض في أي دولة ما أن تقطعها كي تصل إلى الديمقراطية. أولى هذه الخطوات أولاً هي إنجاح الانفتاح الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان. فيما يخص الانفتاح الاقتصادي في بلادنا لم ننجح في هذا الانفتاح الاقتصادي، فهناك الريع، هناك يعني هدر الأموال العمومية التي ترتكز على الإفلات من العقاب، هناك غزو من قبل اتفاقيات تبادل حر لم نشرك فيها وليست في صالح الشعب المغربي، إذن ولم نضع يعني الأسس المؤسسة لتنافسية حقيقية. إذن المرحلة ألف للبناء الديمقراطي التي هي انفتاح الاقتصادي لم ننجح فيها. نضيف إلى ذلك مسألة حقوق الإنسان. طبيعة الحال الدستور المغربي لسنة 92، ونحن يعني الناس 6 ديال الدساتير كلها ممنوحة، الدستور ديال 1992 في ديباجته يعني اعترف بحقوق الإنسان وكونيتها وأنه يجب احترامها، دستور 96 كذلك، ودستور 2011 الذي نص على الحقوق كاملة، لكن سؤال إحقاق هذه الحقوق لا زال مطروحا. إذن المحطة الأولى لبناء نظام ديمقراطي لم ننجح فيها، يعني انفتاح ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. المرحلة الثانية في البناء الديمقراطي هي الدمقراطة الحقيقية عبر دستور ديمقراطي. دستور ديمقراطي يفصل بين السلط ويجمع ما بين السلطة وإمكانية المحاسبة على كل مستويات السلطة مع استقلال نظام العدالة، زائد تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. إذن الجواب على المحطة الثانية، هل لدينا دستور ديمقراطي؟ هل يعني نظمنا في بلادنا انتخابات حرة ونزيهة؟ الجواب السريع ولا. يمكن أن نقف عند الأسباب والمسببات والتحكم في الخارطة السياسية والدساتير. يعني دستور ديمقراطي ودستور ينبع من الشعب ودستور يحترم المبدأ الأساسي لفصل السلطات، هذا غير موجود. والمرحلة الثالثة التي يصل إليها البناء الديمقراطي كي يكتمل هي مرحلة
تقوية المسار الديمقراطي بإصلاحات وبقوانين وبتشريعات. إذن بعدما نطلع على هذه المحطات الثلاث، نحن نرى بأننا لازلنا نراوح مكاننا، وبأننا لن ننجح لا في المحطة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لا انفتاح حقيقي ولا دستور ديمقراطي ولا انتخابات حرة ونزيهة يتساوى أمامها الجميع، ولا محطة تقوية الديمقراطية. إذن الجواب على سؤال الديمقراطية، نحن في انتقال ديمقراطي أبدي، والسلطات كلها لا زالت ممركزة. عندما ننتقل إلى سؤال التنمية، هل حققنا التنمية؟ عندما نطلع على المعطيات والمؤشرات التي نشرت سواء من قبل المندوبية السامية أو من قبل المجلس الاجتماعي والاقتصادي أو من قبل يعني دراسات عالمية، نحن نرى بأننا في آخر المصاف، وبأن المغرب اليوم اللي الناتج الداخلي الخام ديالو تقريبا 110 ديال المليار ديال الدولار، قليل بزاف، يلا كيوازي يعني القيمة ديال شركة متوسطة بحال كارفور. كارفور واحد الشركة اللي هي معروفة، يعني الناتج الداخلي الخام ديال المغرب كله 110 ديال المليار ديال الدولار. ويعني ملي كنشوفوا المستوى المعيشي ديال الفرد، عندنا يلا 3000 تقريبا دولار للفرد سنويا، يعني نحن نعيش فقر مدقع، تهميش، نحن نعيش بطالة تطال حتى الخريجين وحملة الشواهد اللي كتوصل 17%، والبطالة ديال الشباب في المدن كتوصل 45%، المعدل ديال الفقر كيتجاوز 10%، هذا غير يعني الأرقام الرسمية. إذن النموذج التنموي ديالنا فاشل، في حين أنه واحد المجموعة اللي هي احتكرت يعني السلطة السياسية، واللي كتحتكر كذلك السلطة ديال المال وديال الأعمال، خلقت واحد النوع من مجموعة أوليغارشية هي اللي كتمركز الثروة في البلاد، كتمركز الأراضي، كتمركز الثروات، وهي اللي عندها الشركات الكبيرة، وتستفيد من الإعفاءات الضريبية ومن النسب يعني المتقدمة حتى في القروض. إذن هذا المغرب ديال 62 سنة من بعد الاستقلال هو في واحد الوضع اللي هو مقلق جدا، لأن هذه الفوارق اللي كاينة اليوم ما كانتش في الاستقلال. اليوم كاين واحد الشرخ كبير، لأنه كاين المركزة ديال الثروة في أيادي قليلة، بينما الفئات الواسعة تزداد فقرا وتهميشا، بينما يعني الطبقة المتوسطة اختفت والتحقت بالركب ديال الطبقات يعني الفقيرة، أو يعني الفقر الطبقة ديال الناس اللي كتعاني. إذا النموذج التنموي اللي اتبع في بلادنا ما نجحش، علاش؟ لأنه أصلا هناك ربط ما بين السلطة السياسية والسلطة ديال المال والأعمال. واليوم أكثر من ذلك، ومنذ يعني خصوصا في هذه العشرية الأخيرة، أنه كان هناك تسييد ديال التكنوكرات على السياسي، وهذا الشيء ماشي معقول، بالإضافة إلى تسخير الأبواق ديال النظام أو أشباه المثقفون ليقولون لنا بأنه يعني التكنوكرات هو أفيد وأنفع وهو الذي سيفكر في النموذج، وأننا لسنا بحاجة إلى السياسيين، ويتم تبخيس السياسة والسياسيين. إذن نوال أنا كنسمعك من لهنايا. إذن باش يمكن لنا نتكلموا على يعني سؤال ديمقراطية والسؤال ديال فشل النموذج التنموي، قبل أن نقترح أي نموذج تنموي يجب أن يعتمده المغرب للنهوض، لابد من الوقوف على هذه المسألة، المسألة ديال السلطة المركزة وضعف أو غياب السلطة المضادة. وانتم تعرفون بأنه في البلاد ديالنا كاينة سلطة ممركزة، وكلما حاولت سلطة مضادة أن تنمو هناك ضرب لهذه السلطة المضادة. وانتم تعرفوا بأنه في غياب السلطة المضادة كيكون هناك استبداد. وهنا في خصنا نوقفوا على هذه المسألة، لأنه
اليوم يروج لواحد المقولة اللي هي خاطئة، يقال بأنه ليس من الضرورة ربط التنمية بالديمقراطية، وتعطونا كمثال الصين ودول أخرى. نحن لا نريد نموذجا كنموذج الصين، رغم أنها حققت معدلا التنمية اللي هو متقدم ومرتفع. علاش؟ لأن في الصين ما كاينش الاحترام ديال حقوق الإنسان كما يلزم، وحنا ما بغيناش يعني هذاك النموذج، حنا بغينا تنمية مرتبطة بالديمقراطية. وعندما نتكلم عن الديمقراطية بطبيعة الحال في صلبها هذه المسألة ديال الفصل ديال السلطات. لماذا فصل السلطات؟ لأن فصل السلطات في بلادنا، حنا عندنا نظام ملكي خاص الفصل ما بين السلطة الملكية والسلطة التنفيذية، خاص تكون في يد الحكومة التي يجب أن تحكم باش يمكن لنا أن نسألها، عاد السلطة التشريعية برلمان يشرع ويراقب العمل ديال الحكومة، زائد السلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة وشفافة وأن نتساوى جميعا أمام القانون، لأن هذو هما الركائز والمؤسسات ديال دولة الحق والقانون اللي كيتبناو عبر الديمقراطية اللي كتبدأ كيف قلت لكم في المحطة الثلاث، دستور ديمقراطي أساسي وخصوصا يعني احترام مبدأ ديال الفصل ديال السلطات. هنايا يعني مونتيسكيو كان كيقول بأنه أي إنسان كيمتلك السلطة إلا وينحو إلى الاستبداد بها، ولهذا حنا كنفكروا في الأشكال ديال تشكيل سلطة مضادة. السلطة المضادة من مونتيسكيو حتى جوجل اليوم وهذا المجال الرقمي، الإنسان أبدع أشكالا متنوعة من السلطة المضادة، لأن كل سلطة خص تكون أمامها سلطة مضادة باش تحبسها شوية ودير لها الفرملة كي لا نصل إلى الاستبداد. حنا في بلادنا اليوم عندنا استبداد يعني متفشي، لأن عندنا ضعف السلطة المضادة دولة ضربات الأحزاب اللي كان بالإمكان تكون مستقلة وفيها نخب نزيهة وتتربط ما بين السياسة والأخلاق وكتخدم المصلحة العامة ومشي مصالحها، أنا ذاك كان بالإمكان تكون عندنا سلطة مضادة، ولكن اليوم هذا الشيء ما عندناش. كاين كذلك أنه خصنا ننتبهوا بأن السلطة المحلية يمكن لها تشكل سلطة مضادة للسلطة المركزية، وهنا فين كنقول ملي كتكون الانتخابات واللي خص النضال باش تكون نزيهة ومستقلة، أن السلطة المحلية يمكن أن تصبح سلطة مضادة للسلطة. لماذا هذه السلطة المضادة؟ لكي تضغط على السلطة باش تحقق المطالب. حنا بديت اليوم الاجتماع هنايا في مدينة أزرو مع الائتلاف المدني من أجل الجبل، وبالمناسبة أنا كنحيي هذا الائتلاف اللي كيقوم بواحد العمل ممتاز جدا، وتيبين بأن المجتمع المدني المغربي واعي وأنه توا ينخرط في المعارك الكبرى، واعي تماما بأن هذه المنطقة الغنية بثرواتها الطبيعية ومعادنها وغاباتها لا بد من الحفاظ عليها ولا بد من أن تأخذ نصيبها في التنمية باش نحقق في بلادنا عدالة يعني مجالية اللي ما كايناش اليوم. إذا بالنسبة لي هذه المسألة ديال السلطة المضادة اليوم خصنا ننتبهوا لواحد السلطة مضادة اللي هي صاعدة عبر الشبكات ديال التواصل، واللي شباب واعي خدا طريقه نحو السلطة المضادة عن وعي متكامل أو لا هذا لا يهم. يعني الشباب المغربي غادي في نفس الاتجاه ديال الدول المتقدمة اللي رغم تقدمها وفيها الديمقراطية إلا أنها بتطبيق هذا النظام يعني ديال العولمة المتوحشة أدى إلى فوارق، وخرجت في هذه البلدان أشكال جديدة من السلطة المضادة، شفناها في حركات الغاضبين، شفناها بوديموس سيريزا، وحنا عندنا في بلادنا كذلك الحركة ديال المقاطعون، وقبل منها الحركة ديال 20 فبراير المجيدة، وبعد منها الحراك ديال الريف وديال جرادة اللي تيبين على وعي، واللي شباب كيتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي في هذا لو سيبر سبيس، وجعل بأنه كاين واحد السلطة مضادة رغم أن النظام يعني كسر كل الوسائط واستقطب بعض النخب الوصولية، لكن رغم ذلك هذا شعب حي ودائما ينتج. إذن هذا السؤال ديال تحقيق
يعني فصل السلطات ممكن، لان عندنا سلطه مضاده اللي هي يعني ناهضه واللي يمكن لنا اننا نعتمد عليها مستقبلا. هذا الشيء كيبين بانه الشعب، وهذا الشيء كيتسمى يعني الاشكال كثيره اللي موجوده اليوم عبر وسائل الاعلام، عبر الجرائد الالكترونيه، عبر واحد الاشكال عديده ومتعدده، كيبين بانه الصوت ديال الشعب لا فوكس بوبولي تنوعات حتى في الدول ديالنا الناميه اللي مازال حتى شي وحده فيها محقات الديمقراطيه، انه كاين شي حاجه التي تختبر. وربما وحنا وصلنا للحضيض، يعني ما عندناش ديمقراطيه، ما حققناش التنميه، عندنا رده فكريه وثقافيه، عندنا تخلف تاريخي، ربما ما يمكن لناش ندحرجوا اكثر، وربما هذه هي نهضتنا. ربما مع هذه النهضه ديال الثوره المعلوماتيه وهذه النهضه اللي كيعرفها العالم بكل العلوم التكنولوجيه، يعني واحد العدد ديال العلوم هنا فين خصنا ننتبهوا، يعني كاين علوم من قبيل ديال 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 هذا الشيء ديال الذكاء الاصطناعي وديال ليبيجينيتيك اللي كتبين بان محدوديه ان الدماغ ديال الانسان كيف ما كان ما عندوش حدود، يمكن ان نبدع، يمكن ان نبتكر، يمكن ان نجتهد، ويمكن ان نتخلص من التبعيه ومن التخلف ومن الاستبداد والاستبلاد، واننا يمكن لنا نبنيو. وهاد يعني هاد الانبعاث ديال هاد الصوره المضاده اليوم كتبين بالملموس بانه هذا شعب يمكن ليه انه يتقدم، ويمكن لنا اننا نلقاو طرق جديده باش ندافعوا على 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 مصالحنا، واننا نحقوا الديمقراطيه ونحقوا التنميه. ولكن في هذا الشيء كله نقطه اخرى قبل ما ندخل للتاريخ ديالنا حنا في بلادنا ونشوفوا شنو جرى عندنا وشنو يمكن نعملوا، انه خصنا كذلك ننتبهوا. حنا كنعيشوا في بلادنا، كنعيشوا في واحد الجهه، كنعيشوا في واحد الاقليم، كنعيشوا في واحد العالم. اليوم خصنا نفهموا بانه كاينه واحد الامبراطوريه اليوم مستبده وكتكلم غير اللغه ديال المصالح. هذه الامبراطوريه كنلقاو فيها المؤسسات الماليه الدوليه، وكلكم كتعرفوها، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمه ديال التجاره وديال التنميه ديال الاقتصاديه، البنك المركزي الاوروبي، هادو كلهم هذه المؤسسات الماليه تركع الدول وليس فقط الشعوب بماذا؟ بالمديونيه. وهنا المغرب قلت لكم عندنا الناتج الداخلي الخام تقريبا 110 مليار ديال الدولار، وعندنا 80% ديال المديونيه. وإلا فقدتي السياده الماليه ديالك راك مشيتي فقدتي القرار ديالك. وحنا اليوم نعاتب كل الحكومات المتعاقبه بما فيها هذه اللي كاينه، لانها اغرقت المغرب بالمديونيه عوض ان تجتهد وتجيب لنا الفلوس اللي تهربوا وتخلق لنا الثروه، لان بلادنا غنيه جدا، وانها دير لنا الاصلاحات اللي خاصه للبلاد بما فيها الاصلاحات الضريبيه، يعني وتوقف لنا يعني النزيف ديال الافلات من العقاب باش نلقاو امكانيات باش نخدموا، واننا نخلقوا الجو ديال الديمقراطيه وديال الاحترام لحقوق الانسان وديال الحريات باش يستثمروا هنا المغاربه ويجيونا مستثمرين خارجيين. هاد الشيء هو الطريق اللي كان خاص الدوله تمشي فيه، ماشي الاقتراض ثم الاقتراض ثم الاقتراض، فضلا عن ذلك انها كتقترض، وهذاك الفلوس ديال الاقتراض الدنيا ما كتمشيش دائما في استثمارات اللي غادي تكون عندها واحد المردوديه. اذا خاصنا نفهموا بانه قلت لكم اليوم كاينه امبراطوريه. البرامج ديال التقويم الهيكلي الدوله المغربيه، النموذج اللي خدات هو النموذج ديال الاستثمارات الاجنبيه المباشره، لي زي دي او انفستيسمون ديريكت اترونجي. اذا بغينا الاستثمارات المباشره الخارجيه، اذا الدوله خصها توجد راسها. لماذا؟ خصها توجد يعني الطرق السياره، توجد الموانئ طنجيماد، توجد المطارات، توجد مزيان هادشي، حنا بغينا البنيه التحتيه. ولكن المشكل هو انه بما ان حنا عندنا الاستبداد والمرادف ديالو الفساد غادي متلازمين، واحد كيغدي الاخر، حتى هاد المستثمرين اللي جاو عندنا ولقاو عندنا السيبه حتى هما ما بقاوش كيحترموا القانون. انا كنقول لكم واحد العدد ديال المستثمرين الاجانب جاو للمغرب وكنفضي في دفتر التحملات انهم خصهم يعيدوا استثمار على الاقل 20% من الارباح، فاذا بهم ينقلون ارباحهم. واليوم انا قريتوا الجرائد غير ديال البارح كتقول بانه مكتب الصرف ولا هاد المستثمرين ليسوا ملزمين باش يمروا على مكتب الصرف باش يصيفطوا. لقاو بانه غير السنه الماضيه هذه النسبة ديال نقل الأرباح للخارج ارتفعت ب 46%. شنو اللي وراء هذا الشيء؟ ربما الحراك، ما خايفين خصهم ما يمشيو لبلاصة مهنيين ويشفروا على خاطرهم ويخدمونا حنا بحال العبيد مشرطين الحناك
لانهم تيخلصوناش مزيان، ماشي حيت كيقول لنا راه لا سي ان اس اس، راه الناس كتخدم 888 ما كيحبسوش. كيف ما كان الحال كون كنا بلاد ديمقراطي وفي حقوق الانسان وفي المواطنه ومحترمين، هاد الناس اللي غيجيو يستثمروا عندنا ما يمكنلهمش انهم يهينونا بهذا الشكل. اذا خصنا ننتبهوا لهذا الشيء كله، وننتبهوا كذلك للنهب ديال الخيرات ديالنا. وفي هذا الاطار نفكروا في اطار هذا النموذج اللي غادي نقول لكم الملامح ديالو بعد قليل، انه شنو هي المداخل. غدا ربما الحروب اللي غادي تنشب في العالم الاغلبيه ديالها غادي تكون ربما بسبب الماء، نظرا لهذه التقلبات اللي كاينه وهذه الازمه المناخيه وهذا يعني هذا ارتفاع درجه الحراره على كره الارض اللي ادت الى تصحر جهات كثيره والغزو ديال المياه ديال البحر المناطق الزراعيه اللي كتكون في السواحل، واللي ادى الى هجره مناخيه كتنضاف الى الهجره ديال النزاعات. يعني غدا الماء مهم، ولهذا حنا ما بقينا بغينا حد يدير لنا الماء في القراعي. نحن نطالب بتامين الماء ديالنا. الدوله خاصها تكون هي المسؤوله على الماء كيف كاين في الدول المهمه، باش غدا ما غاديش يبقاو يقطعوا لنا هاد الناس باللقاء ولا يبيعوا لنا لترو ديال الماء بالثمن. ما يمكنش، هذه خيرات ديال بلادنا خصنا نفكروا في التوزيع العادل ديالها. وهذه القضيه ديال التامين ديال الماء خصنا نفكروا فيها مزيان، وخصنا نشوفوا كيفاش يمكن لنا باش يوصل الماء للجميع ويستافد منه الجميع على قدم المساواه. اذا خصنا ننتبهوا لهذه الصوره ما فوق وطنيه، وفين خصنا ننتبهوا كيف خصنا نكونوا يعني كنخدموا بالتخطيط الاستراتيجي ونوضعوا يعني تصور استراتيجي استباقي عقلاني لما نريد، ونخرجوا من الحماس ومن حميه الجاهليه غادي نديروا لكم غادي نفعلوا. لا، خصك تخطط وسكت، خصك تخطط لبلادك وتعمل باش يكون تغيير وتحافظ على الثروات ديال البلاد ديالك، ماشي تبقى يعني هذا. هنا كنشوفوا بانه الدول امام هذه الصوره ما فوق وطنيه يعني تراجعت بزاف، الدور ديال الدول تراجع بزاف. اليوم خصنا نعاودوا نطرحوا من جديد اشنا هي الادوار الاساسيه اللي خصها تبقى للدوله، اشنا هي القطاعات الاساسيه اللي خصها تبقى للدوله، ولا نبقاو حنا غير غادي نتابعين هاد التوصيات وحنا كنخصوا في كل شيء. وحنا عارفين بان المغرب وقع على الاتفاقيه العامه لتجاره الخدمات التي تقول بخصوصه كل شيء، وضعتها المنظمه العالميه للتجاره بخصوصه التعليم والصحه وكذا وكذا، وجاو حتى لاخر القائمه وقالوا وغير ذلك، حتى ما نساوش حاجه خاص الخصوصه ديالها. وهذا الشيء لاحظناه يعني في الثمانينات مع تاتشر ومع ريغان اللي هما دخلونا في هذا الشيء، بقاو الخصصه الخصصه لاضعاف دور الدوله. حتى اليوم ولا التساؤل اش من دور بقى عند الدوله؟ اش من دور بقى عند الدوله الا تفتح الباب اللي بغى يجي يعتو فسادا وينهب الخيرات؟ يعني الدوله ما بقاتش عندها ديك القيمه، ما بقاش عندها ذاك الدور في الحفاظ على القطاعات الاستراتيجيه. حنا شفنا الدوله المغربيه تخلات على لاسامير، كي غادي نديروا حنا باش نحافظوا غير على جانب من الطاقه في بلادنا؟ يعني واحد الخصصه عشوائيه، وهذاك السيد اللي خداها يعني خدا قروض حتى من الابناك المغربيه، واليوم لا بغيتي تدعيه. وهذه في خصنا ننتبهوا انك ملي كتفتح الباب للمستثمر الخارجي وبغيناهم يجوا عندنا، اذا كان وقع معاهم نزاع كيدعيونا في الخارج، خصنا نمشيو للخارج باش نضربوا مع هاد الناس هذه. اذا اليوم خصنا نفكروا في اطار التفكير يعني في النموذج التنموي كيفاش يمكن لنا نرجعوا للدوله واحد الدور اساسي في الحفاظ على بعض القطاعات الاستراتيجيه. خصنا كذلك ناخذوا بعين الاعتبار التغيرات والتحولات اللي كتعرفها المجتمعات ديالنا. حنا كنتعاملوا مع المغرب بحال مازالين ذاك المجتمع ديال القرن الخامس عشر، وهنا فين كنقول بان الدوله المغربيه هي عندها استراتيجيتها، ولكن اللي باغي تغيير بحال اللي كنقولوا حنا بغينا التغيير الديمقراطي الشامل، خاص السياسي يجب ان يضع يده في يد الخبير وفي يد المثقف. خصنا نفهموا التحولات اللي طرات على المجتمع ديالنا باش يمكن لينا نفعلوا فيها، وما نخليوش التجار ديال الدين يتلعبوا بالشباب ديالنا، وما نخليوش ذاك الناس اللي كيقوموا على تأويل خاطئ للدين بإمرة من المستبد انهم هما اللي يملؤوا الساحة ويقولوا لنا نحن نعمل على إسلامة المجتمع. واش انتم هادو انبياء ولا رسول؟ يعني المجتمع المغربي 14 قرن وكيتعامل مع الاسلام ما عنده حتى شي مشكل، واليوم هذا. ولهذا انا كنظن نحن بحاجة الى خبراء
في مجال ديال العلوم الاجتماعيه في كل المجالات، وهذا المجال بالذات باش نفهموا التحولات اللي كتعرفها يعرفها المجتمع ديالنا، ونعرفوا كيفاش يمكن لنا نتعبوا جميعا باش نوقفوا هذا النزيف ديال التخلف وديال غياب الديمقراطيه وديال غياب او ضعف التنميه. هنا في خصنا كذلك نتبهوا بانه خصنا نشوفوا احزابنا ونشوفوا نخبنا اللي بقى كتعامل بواحد الشكل اللي هو يعني بدائي قديم، ما دخلاتش العصر، ما دخلاتش العصر. خصنا كيفاش يمكن لنا اننا ناهلوا هذا النخب، ونحن بحاجه الى تاهيل السياسه كلها فكرا وادواتا وجسورا باش هذيك السياسه بالفعل تكون فاعله وتكون مؤثره وتكون قادره باش تشكل ديك الكتله الحرجه للضغط، لاننا طال انتظار التغيير الديمقراطي، طال انتظار استفاده المغاربه من خيرات هذا الوطن. وانتم تشوفوا الجريف الحراك ديال الريف الذي انتفض بشكل سلمي وابناؤه راهم اكثر من عام هذه هما في التنكيل هما وراء القضبان، في حين هما اولا فضحوا الفساد المستشري في صفوف المنتخبين والمعينين، فاذا بهم هما الذين يزج بهم في السجون. فتحيه لداليا لسنودي. اذا كاين خصنا نغيروا شي شويه الشبكات ديال 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 التحليل ديالنا. خصنا نعتمدوا الاليات العلميه ونخدموا بالاهداف ونسطوا الامور، ما نبقاوش غير غاديين بالشعارات. حنا بغينا التغيير وحنا متفرقين، حنا بغينا التغيير وحنا ما كنرسموش الاستراتيجيات اللي خصنا. اذا خصنا يعني نعاو بما يروج حولنا على المستوى العالمي، وان ننخرط في العولمه البديله، وان ننخرط في القضايا التي تعنى بالمشكل ديال المناخ وديال الطبيعه، لاننا مسؤولون على هذه الخيرات وخصنا نخليوها للاجيال المقبله. خصنا نوعاو بكل ما يدور حولنا من سياسه ديال التخويف. وهنا كنحيل لكم واحد الكتاب ديال سيرج كوادروباني ممتاز اللي سميتو امبراطوريه الخوف، باش نفهموا اشنا هي الاليات اللي كتستخدمها هاد يعني الامبرياليه الدوليه باش تهيمن علينا، واللي كتجعلنا اليوم يعني هذه الامبرياليه المتواطئه مع الكيان الصهيوني نرى يعني الشعب الفلسطيني يسحق في محاوله لتصفيه القضيه وحنا ساكتين. اذا لو سمحتوا مورا التقديم الطويل غادي ندخلوا الموضوع، والموضوع باش يمكن لنا نفهموا شنو هي المشاكل اللي توضعت امامنا باش ما بنيناش الديمقراطيه الحقه في بلادنا. شنو هي؟ غادي ندير واحد السرد لي على الاقل واحد 10 ديال الفرص الضائعه اللي كان بالامكان اننا نبنيو الديمقراطيه وما بنيناهاش. وبغيت باش نوعاو جميعا هذه المحطات باش ما تعاودش، باش ما تعاودش هذه المحطات، باش ملي كتجينا شي فرصه امامنا كنقبطوا فيها. ولهذا انا كنقول غادي نحاول نذكر بالفرص الضائعه اللي ضيعناها باش ما بنيناش الديمقراطيه، والفرص الضائعه كذلك اللي ضيعناها باش ما بنيناش التنميه، وواحد النظام اللي هو تنموي ناجع اللي يكون مختلط واللي يكون كيأسس العداله الاجتماعيه والمجاليه والتوزيع العادل للثروه. إلى بدينا منذ الاستقلال اللي حكمنا هو المنطق ديال البيعه عوض المنطق ديال التعاقد. هذا مشكل كبير. حنا كنمشيو بالحماس، كنمشيو بالنيه، وبالتي الحركه الوطنيه، تخيلوا معايا الحركه الوطنيه المغربيه يمكن الحركه الوطنيه الوحيده في العالم اللي جابت الاستقلال وما خداتش السلطه. علاش؟ لانها تعاملت بالمنطق ديال البيعه وماشي المنطق ديال التعاقد. خصنا نكتبوا كل شيء. بغينا فرنسا تخرج وتخرج من كل اراضينا. حنا باقي لنا المشكل دابا في الشرق الاقاليم الصحراويه، نحن نركع امام المنتدى الدولي باش ما يقسموش لينا بلادنا على جوج في هذا المخطط الجهنمي ديال اعاده يعني الخارطه ديال الشرق الاوسط وشمال افريقيا. علاش؟ المغرب ما عرفش يتفاوض. 1956 قلنا بغينا فرنسا تخرج، بغينا الملك يرجع، بغينا الديمقراطيه. لماذا تم تغييب هذا العنصر الثالث؟ لان البناء الديمقراطي هو اللي كان غادي يخرجنا من هذه المحنه اللي حنا كنعيشوا فيها. اذا الفرصه الضائعه الاولى هي في البدايه 1956 كان بالامكان اننا ننطلقوا. علاش؟ لان كانت عندنا في المنطقه كلها احسن نخبه مكونه ومسيسه ومثقفه، مهدي بن بركه وهلما جرى، واحد العدد
الحسن الوزاني يزيد 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 على الفاسي، يعني كل هذه القيادات السي محمد بن سعيد ايتي الدب وزيد، يعني النضال والمقاومه من اجل التحرير، وكان امام عيونهم انه تحرر الانسان وتحرر الوطن كاملا. وهذا علاش بقى جيش التحرير؟ بقى في الصحراء، وفي 58 كنا غادي نحرروا الاقاليم الجنوبيه لولا انه كان ديك الاتفاقيه ديال ايكوفيون وفرنسا واسبانيا اللي هما كانوا جوج مستعمرين، عارفين حقيقه الاوضاع التاريخيه وان هذيك الاقاليم هي جزء لا يتجزا من المغرب. ورغم ذلك ارادوا ان يخلقوا لنا بؤره ديال التوتر تما، وبؤره ديال التوتر مع اخواننا في الجزائر، باش عمرنا احنا ما نعرفوا الراحه. ولا ما عرفتيش السن ما يمكنلكش تعرف التنميه، ما يمكنلكش تعرف الديمقراطيه. اذا الفرصه الضائعه الاولى كانت سنه 1956، وبقى ذاك المنطق ديال البيعه غادي، رغم انه يعني الدوله غير خدات استقلال، الدوله العتيقه وهي في مواجهة المغرب العميق، وهي في مواجهة المعارضة اليسارية القوية آنذاك اللي بقات متشبتة بالمطلب ديال البناء الديمقراطي. وكلكم كتعرفوا المحطات، محطة ضائعة أخرى مع حكومة ديال مولاي عبد الله إبراهيم، اللي كانت حكومة مهمة وكانت واعية تمام الوعي أشخاص من أسس البلاد، لا فيما يخص يعني السياسة النقدية والاقتصادية، لا فيما يخص التعليم، لا فيما يخص كل شيء. ولكن هذيك الحكومة ما كانتش كتعجب الدولة العتيقة، يعني دغيا حيدوها من الطريق. هذه حتى هي كانت فرصة ضائعة، لأنه اللي كتكون حكومة بحال هذه من المفروض أن يلتف حولها الشعب والنخب، ماشي كانت ذاك الساعة نخب اللي هي زربانة وبغية تستفد من الريع السياسي ومن القرب ديال الأهداب، وبغية تقبض بشي أهداب مع الفنجان. كيف ما كان حال ضيعوا علينا هذه الفرصة اللي هي الفرصة الثانية. الفرصة الثالثة غادي نقز مراحل، يعني من 58 غادي نمشي، يعني كانت المحطات ديال 65 23 مارس 65 في الانتفاضات الشعبية، كان يعني انقلاب ديال 71 72، هذا غادي نوصلوا 75 من اللي كان مطلوب انه يكون يعني هذاك شو يسميوه، لا ماشي هذاك، لا انه خصنا كلنا نلتف حول القضية الوطنية، الإجماع الوطني. هذا الإجماع السلبي اللي جرينا فيه مجرجرينا فيه، احنا بغينا إجماع إيجابي. لماذا في هذيك اللحظة ديال 1975 والمغاربة الأغلبية الساحقة ديالهم متشبتين بالأرض ديالهم باستكمال الوحدة الترابية وبالسيادة ديالهم على أراضيهم، علاش ذاك الساعة وكانت نخب مهمة موجودة ما فرضوا شيء أنه نبداو في الإصلاحات العميقة اللي خاصة البلاد باش نبداو الديمقراطية؟ لأن بعدا لو بغيتي تسترجع أرضك وما كنتيش ديمقراطي ما كاينش اللي غيسمعك وغادي ياخذوا لك حقك. إذا هذه كانت الفرصة الثالثة الضائعة في 75 كتبان لي. كانت كذلك في 81 الانتفاضة الشعبية مورا ما كانت قالت لنا البنك الدولي وهذوك الترويكا، لأن المغرب غيعرف سكتة قلبية وأنه خاص إصلاحات وكذا. كانت انتفاضات شعبية، يعني لأنه ارتفعت يعني المستوى ديال المعيشة أكثر من المقدور ديال الناس الضعفاء اللي سلبت يعني خيراتهم وأراضيهم، ما كاين لا أرض للفلاح لا حتى شي حاجة رجعت، يعني ذاك المغربة وداك الشيء كله الأراضي مشات نفس الجهة نفس الأيادي خدات ذاك الشيء، وبقوا يعني أصحاب الأراضي كيخدموا خماسة ورباعة عند الواحد عمره ما فلح، ولكن مع كان هو مصاحب مع الاستعمار والمستعمر استفد كذلك من الأراضي ومن المياه ومن غير ذلك. إذا سنة 81 كانت هي من الفرص الضائعة لأن الشعب انتفض، وكانت ذاك الساعة البنك الدولي كتقول الدولة العتيقة المخزن راه خاصك شوية ديال الإصلاحات، حنا ورينا طريق الإصلاحات، قلنا راه خاص إصلاحات سياسية ومؤسساتية وإصلاح ديال القضاء وديال الإدارة وخاص إصلاح ديال، لا والدولة مشات لهذا الجهة واختارت واحد الازدواجية ما بين يعني الدور ديال الدولة وما بين الخصصة، استفادت نفس الجهه من الخصصه ديال قطاعات مهمه ديال 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 ديال, ديال البلاد. اذا الدوله ما بغاتش تحدث قطائع، بقات غاديه بداك التدرج ديالها لان داك التدرج يخدمها ويخدم توالتها، في حين اننا بحاجه الى قطائع. هذه كانت كذلك المحطه الرابعه الضائعه. الديمقراطيه اللي كانوا فيها خمسه ديال الاحزاب، يعني حزب التقدم الاشتراكيه، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، أنا ذاك في 92 كان وضعوا واحد الوثيقة مهمة جدا، الميثاق،
ديال كوجا، وقالوا بأنه كفى من الترددات والتذبذبات، خصنا نبنيو المغرب ما بعد الكولونيال، وخا تعطلنا نبنيو ويكون ديمقراطي. وتكلموا في الوثيقة على الإصلاحات الدستورية والسياسية، أنا ذاك كلكم تعرفون يعني ماذا جرى، وأنه تفرض عليهم أنه يبقى الوزير ديال الداخلية اللي كان آنذاك، حتى وصلنا ل 96. 96 كانت كذلك فرصة ضائعة، ديك الفرصة يعني جانا دستور ممنوع واحد آخر، رغم ذلك اختار واحد الجانب كبير من الكتلة الديمقراطية أنه يصوت على ذاك الدستور، نظرا لأنه كنا يعني في كان الملك الراحل حسن الثاني مريض، وكانوا كيقولوا ربما هذه الفرصه ندخلوا نشاركوا كذا من هنايا، وكانت هذه هي فرصه ضائعه، لان هذاك الدستور 96 ماشي فقط ما كانش دستور ديمقراطي، ولكن جاو دخلونا في الغرفه الثانيه المره بعد الدستور ديال 62، دخلوا الغرفه الثانيه باش تلفت لهم شي قانون من الغرفه الاولى ولا شي حاجه، هذيك غرفه للفرمله، اذا هذيك كانت فرصه ضائعه. جاتنا الفرصه الاخرى ديال 1998 اللي قلنا هذه حكومة تاريخية ربما، وكانوا تقول بعض قالوا احنا غادي نحقوا الانتقال الديمقراطي، صافي هذه هي الفرصة. آنذاك أنا كنت في البيت ديال الرفيق بن سعيد أيتي الدرب بالصدفة، وتتصل به الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي كيقول له راني استقبلني جلالة الملك وكلفني باش نشكل الحكومة. قال له واش خديتي من عنده الضمانات؟ الضمانات، حنا كنسمعوا غير الضمانات، هز واحد التليفون كبير ذاك الساعة، الضمانات الضمانات. قال لا، قطع التليفون، قلنا له شنو كاين؟ قال لك راه سي عبد الرحمن يلاه خرج من عند الملك وراه كلفوه باش يشكل الحكومه، وراه قال لي واش تكون معايا؟ قلت له واش عندك شي ضمانات؟ ماذا تعني الضمانات؟ انه ملي يدخل يباشر الاصلاحات الدستوريه لفصل السلطات باش تكون عنده سلطه باش يطبق البرنامج ديالو، لان لا حكومه في بلادنا طبقت برنامجها الى يومنا هذا. اذا السؤال كيرجع ديال فصل السلطات اساسي ومؤسس. اذا كانت المشاركه في الحكومه ديال الانتقال التوافقي التي لم تفدي الى انتقال ديمقراطي، بل حصل انتقال ملكي ولم يحصل انتقال ديمقراطي، وكانت هذه فرصه ضائعه. علاش؟ لان هذه القوه اللي دوزات سنوات الجمر والرصاص، هذه النخب المثقفه بمثقفيها وكتابها وسياسيها واساتذتها، كتجي في اخر المطاف ولا تحقق يعني شيء. هذا شيء غريب كيوقع غير في المغرب، مغرب التناقضات الكبرى، في حين يعني دول اخرى وقع فيها اشياء احسن. اذا غادي نشوفوا 98 ما غاديش نمشيو ل 2002 بسرعه، قبل من 2002 باش نعرفوا كيفاش كان تم الالتفاف على المنهجيه الديمقراطيه في 2002، كان قبل من 2002 2001. 2001 يعني ذاك الضربه اللي كانت في 11 شتنبر جعلت انه استراتيجيه دوليه كتعمل واحد الدوره ديال التغيير الشامل، وانه فرض فرضا على كل الدول بان تصوت على قانون الارهاب. حنا في البرلمان المغربي في 13 يوم ناقشوه بالزربه وصوتوا عليه، في حين كاين بعض القوانين حنا باقيين كنتسناوها هذه عشرات السنين. اذا ما وقع في سنه 2001 سيغير مجرى السياسه الدوليه كلها، لا جيو استراتيجي جلوبال للعالم كلها، وتحت ذريعه محاربه الارهاب والتطرف سيتم ضرب الحريات، وسيتم اغلاق ذاك القوس ديال حتى ديك الكذبه ديال التدخل باسم الديمقراطيه وحمايه حقوق الانسان، ما بقاش هادشي يعني، ولا التدخل لهدم وتكسير الحضارات والدول باش تم الهيمنه، وتجي الشركات ديال اصحاب بوش انها هي اللي كتاخذ البترول وتاخذ الغاز من الدول يعني ديال الخليج ومن العراق من غيرها، ودمرت العراق بعدما دمرت يعني افغانستان، واليوم راهم كيدمروا في البحرين وكيدمروا في اليمن وكيدمروا بعدما دمروا ليبيا وقلبوها سفاها على علاها، ومازال ما سالوش من هاد الفوضى الهدامه الاتيه واللي كيستعملوها كفزاعه في سياستهم ديال الخوف اللي ما ركعش. نقسموا لك بلادك على جوج، حنا كل مره كيجددونا تيجي افريل خصنا حنا تنبقاو تنقفوا ما تنعرفوا واش كاين اش كاين، وما راه كيهددونا وهذا الشيء غادي نشوفوه مستقبلا الا الى نهضنا. راهم باغيين ياخذوا لنا حتى المخزون ديال الذهب الابيض ديالنا فوسفات، لانه بغاو ياخذوه قالك نشريو من عندكم المخزون ويبداو يبيعوه هما للعالم باش ما بغاو يحددوا الاسعار وحنا يفقرونا وما يبقاش عندنا باش يمكن لنا اننا نبنيو التنميه. هذه فرصه كانت ضائعه
كبيره. انا قلت لكم خصنا ننتبهوا لهذا الشيء ديال 2011 لان كان ما 2011 ما بعده 2002 كل شيء كيتكلم على انه التفاف على المنهجيه الديمقراطيه. بطبيعه الحال الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبيه كان هو الاولاني في الانتخابات ولكن ما تعطاتوش رئاسه الحكومه ما خداش الوزير الاول. اش كان خاصنا نديروا؟ عاوتاني كان خاص الاستقاله الجماعيه باش نشكلوا معارضه قويه باش ترجع بالقوه. اما الا اختاريتي الكرسي مشيتي في حالك. وهكا الدوله استطعت انها توجه الدربه القضيه اللي ما استطعتش يعني توجهها لنا بسنوات الجمر والرصاص وبتزمالات وباكدز وبقلعه مكونه وجهتها لنا يعني بالريع السياسي وبالامتيازات مع كل الاسف واحد العدد ديال النخب. المهم ما نقولوش اكثر من هذا الشيء راه بين الامور. من بعد حنا كنتظروا وبلادنا كانت كتعرف واحد ردة كبيره وصعود ديال التيارات الاسلامويه اللي لا علاقه لها بالدين. بالمناسبه راه هذا الشيء دائما خصنا نذكروا به خصوصا كيكونوا الشباب حاضرين. ما عندها هذه كتستعمل الاسلام السياسي لاغراض لا سياسيه. وهذا الشيء تكلم عليه جورج كورن مطولا واحد العدد ديال الكتاب انه الحركه ديال الاخوان المسلمين اللي كانت اللي في الشرق اللي كانت كتصارع مع السلطه مباشره ما استطعت شيء بانها تاخذ السلطه. فالسلطه عندها يعني المخابرات عندها الجيش عندها كل شيء كانت يعني كتواجهه بواحد واحد واحد العنف كبير. ومن ثم غيروا الاستراتيجيه ديالهم هادشي في الكتب ديالهم قالوا حنا عوض ان نواجه السلطه مباشره او من في يد السلطه حنا سناخذ السلطه عبر هذا الشعب. هذا الشعب الذي فقر وجهل ويعاني من المرض واللي الانظمه المستبده يعني خلقاته لراسها باش تبقى حنا غادي نخدموا عليه وغادي نعملوا على اسلمه المجتمع ظاهريا. هما ما كيتكلموناش على الدين لانهم غير مؤهلون لذلك ولكن كيعملوا على نشر الدين. انتم كتشوفوا يعني المظاهر ديال التاسلم بالنسبه لهم يعني ذاك النقاب او الحجاب او هادشي هذا ما عنده علاقه باللي بغى يدير الحجاب كقناعه شغلوا هذاك. حنا مع الحريه تماما ولكن بان يفرض يعني واحد اللباس معين واحد القشابه والصنداله والتقاشر وداك الشيء كله باش تدوز في المجتمع وتقول واه الحمد لله هذا الشيء راه هما. وغدا غيقول لك راه حنا خوتكم صوتوا علينا. وهذا ما وقع في المغرب ولكن ما غاديش ننقز لكم واحد المحطه اخرى. اذا قلت لكم في هذاك الوقت حنا كنا كنعيشوا هذا الشيء. وملي تم الانتقال الملكي قال لك راه بلاتي راه جايه واحد المحطه ديال الفراج للعهد الجديد راه من هنايا كذا كذا شويه ديال الصحافه المستقله بدات تبان قبل ما يتم اقبارها. ولكن كانت واحد الحاجه دارت مزيانه اللي كنا انتبهنا لها وقلنا مزيان هي هيئه الانصاف والمصالحه. قلنا هذه هيئه الانصاف والمصالحه اللي الغرض منها هو انه كي لا يتكرر ما جرى ها هي غادي تبدا. اكثر من 22000 ملف ديال انتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان واخا حنا كنا كنقولوا لا ما بغيناش حنا نديروا حرب اهليه ولكن الجلاد حيدوه من ديك البلاصه حيدوه. راه الجلاد باقي كيجلد فينا راه هو نيت كيجلد في دو الشطاء ديال الحراك وديال الجراده. قلنا حيدوا هذاك سميتو وانه نحقوا بالفعل عداله انتقاليه. مع كل الاسف هيئه الانصاف والمصالحه اهم ما جات به توصيات ديالها توصيات كي لا يتكرر ما جرى من اصلاحات. ما وقعوش هذوك الاصلاحات ما وقعوا شيء ولهذا تكرر ما جرى وهو يتكرر الى اليوم. اذا هذيك المساله ديال هيئه الانصاف والمصالحه اللي سوق لها النظام احنا الوحيدين رائدين في المنطقه. انا بدي كنت مشيت لواحد الندوه في تونس يعني من اجل المغرب كبير بدون سجناء سياسيين وكنقول لهم احنا بدينا في هذيك هيئه الانصاف والمصالحه وغنوصلوا لتطبيق التوصيات ديالها. قلنا ربما تكون هي الدخل ما كانش. هذا الشيء مع كل الاسف ما مشاش في المداه. وهنا كنشوفوا بان الدوله كتمشي معك غير شي شويه وكتحبس. وبما انه يعني في هذيك المحطه كان يعني تفشي الفقر وهذا والنماذج كلها المتبعه من قبل الدوله لم يكن لها ابدا بعد اجتماعي. جات الدوله وهي تذكر لنا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تنزيد لها المخزنيه لانها ما توضعت شيء. لان حنا بحاجه لماذا؟ لدولة اجتماعية كتوضع مخططات اللي غادي يستفد منها الجميع ماشي لمبادرة اللي بيد القيد والشيخ عطيو لهذا ما تعطيوش لهذاك. يعني احنا بغينا شي حاجة تنتشلنا من الفقر ماشي شي حاجة اللي يخليونا كنوقفوا اون سوغفي. هذا الشيء ما بغيناش. وهذا الشيء اللي دارته يعني هذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تخسرت فيها أموال طائلة وما كانتش عندها شي نتيجة اللي هي تذكر.
من بعد يعني هذا الشيء ديال من 2000 بعد ما كانوا ذوك المسيرتين في الرباط والدار البيضاء، الحركه التقدميه في الرباط كتقول بغينا الحقوق والمساواه، وفي الدار البيضاء خرجوا في نفس اليوم ما باغين والو، ولا ما قالوا كاع شنو بغاو. ذوك الناس كانوا باغين غير يوصلوا للحكومه، وكيف قال سعد الرحمن اليوسفي راه كتوصل الحكومه ما كتوصلش للحكم، بغاو يوصلوا للحكومه حتى هما يستافدوا. بقينا في 2003 2004 غادي يخرج القانون ديال الاسره. القانون ديال الاسره كانت واحد المحطه اساسيه، لان ما ننساوش لانه في كل محطه كنتكلموا قالنا هو السياسه راه غير يعني فيها جوانب، وكنساو الجانب الاساس ديال القضيه النسائيه اللي هي قضيه مجتمعيه في صلب النضال الديمقراطي، واللي الحركه النسائيه المغربيه خدت فيها نضالات كبيره مع الكتله في ديك التسعينات. هما جمعوا مليون توقيع باش تغير المدونه، وبقات النضالات مستمره حتى دار ديك اللجنه الملكيه قال لك حقها لتفادي الاصطدام ما بين النسوانيه اليساريه والليبراليه وما بين النسوانيه الاسلاميه، وكان هناك نسوانيه اسلامويه. شنو وقع في ذاك الوقت؟ انه خرج هذا القانون يعني ديال الاسره الجديد، فرحنا به قلنا فيه شي حويجات ما بهاش، واخا ماشي قانون ديمقراطي ولكن فيه الاسره تحت الرعايه ديال الزوجين، فيه هذا كنعتبروا الولد والبنت يعني اطفال حتى 18 سنه باش يقراوا ويتكونوا واحد العدد. والمساله ديال الولايه ما بقاتش بالنسبه للمراه الراشده، والاقتسام ديال الممتلكات كان فيه تقدم، ولكن كنشوفوا بان المشكله شنو هي؟ انه تكلموا على قضاء الاسره ونساو ما يكونوا القضاة على هذه الفلسفه الجديده ديال هذا القانون الجديد. ومن بعد شقع قال لك بلاتي عندكم بلاتي احنا بغينا السلم والامن، حتى احنا باغيين السلم والامن، ما بغيناش اصطدام ما بين النسوانيه اليساريه والنسوانيه الاسلامويه، وما يخرجوا لنا واحد الحاجه سميتها النسوانيه الاسلاميه ديال الدوله. اذا الدوله قبطت في هذا الرافد من الروافد الاساسيه ديال البناء الديمقراطي اللي هو الحركه النسائيه التقدميه المغربيه الرائده المتميزه، وقالت له بلاتي انا اللي غادي نقول لكم الوتيره ديال نصلحوا ما نصلحوش، حيت عندنا الاسلامويين ولا سميتهم راهم كاينين في المجتمع، وحنا ما خصناش الاصطدام ما خصناش هذه. ولكن كانت هذه ورقه تحكم فيها النظام باش يمكن ليه يتحكم في العقل السياسي، لعب بها مزيان، وهذه حتى هي كانت من الفرص الضائعه اللي ضيعناها، ما درناش قانون اسره اللي هو هذا. غادي تجي المحطه التاسعه هي من اللي قدم المغرب المخطط ديال لو بلان دوتونومي افونسي ديال المشروع ديال لا ماشي الجهويه المتقدمه، الحكم الذاتي في 2007، واللي كان غادي يخرجنا من واحد الورطه، لانه كان يعني المغرب كيقول رجعوا لي الارض ديالي، هذه انا تاريخيا هذه ارضي. والبوليزاريو اللي مراها الجزائر حكام جزائريين، وكانوا قبل مراها الحكام ديال ليبيا، واللي مراها جهات اخرى تريد ان يبقى الصراع تما، كتقول انا باغي تقرير المصير اللي يعني الاستقلال، نفصل نهائيا عن المغرب. اذا جاب المغرب واحد المقترح ديال هذا الحكم الذاتي، اللي فيه مقترح ديال اش؟ ديال تقرير يعني الحكم الذاتي الديمقراطي، اياه الساكنه ستدير شؤونها في اطار واحد الجهويه موسعه. وقلنا حنا مزيان هادشي، علاش؟ لان الجهويه ما يمكنش تطبق غير في الصحراء، خاصها تطبق في المغرب كله، ونخرجوا من 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 الجهويه الاداريه البصراويه، ندخلوا الجهويه حقيقيه، ونعطيو الامكانيات لكل الجهات ان تنهض بناء على خصوصياتها السوسيولوجيه والثقافيه والجغرافيه، وزيد وزيد، ونعطيو النخب المحليه تخدم، واننا نخرجوا مشروع كبير. المشكله شناهي؟ المشكله هو انه هذه الورقه اللي هي كانت رابحه ومتضمن الدوليقه المزيانه، انها مزيان نعطيو الساكنه ونديروا انتخابات تما، وتمت انتخابات بالفعل، وطلعنا ثلاثه المجالس جهويه و87 مجلس محلي، ولكن شكون اللي طلع في هذه المجالس؟ ما طلعتش ديك الساكنه النزيهه اللي قلبها على البلاد وقلبها على الوطن، طلعت واحد الساكنه انتهازيه وصوليه كليبتوكرات، حتى هي ما كان غير الشفره، كان اللي كيحلوا مكاتب كبر من هذه القاعه باش يعطوا الفلوس لعباد الله باش يصوتوا عليهم، وتعتبروا ملوك تماك، والدوله رفعت يديها وخلاتهم يعطوا فسادها. وهذا الشيء يؤجج الانفصال، لانه الساكنه الصحراويه اللي عمرها ما فكرت في الانفصال كتشوف هذوك حتى من العائدون اللي ما صدقوش لينا انه يعني يعطونا في الارض فسادها، كتقول كيف يعقل؟
ما يمكنش الخيرات ديال البلاد. وحنا في هذه المناسبه خصنا نكونوا عارفين بانه راه ماشي المغرب كينهب الخيرات من ديك المنطقه، راه جهات اخرى كون عرفات شحال يستثمر في الصحراء راه غادي تنهض تقول لك ماشي معقول. خاص جميع الجهات تستافد باش تكون عداله مجاليه وترابيه. علاش الصحراء كتستافد اكثر من كل جهات؟ رغم ذلك المدخل كان خاصو هذه الورقه الرابحه، المغرب ما عرفش يدافع عليها وما عرفش كيفاش يثبت في الواقع تقرير المصير الديمقراطي بانتخابات حره ونزيهه وطلعوا ناس في المستوى. واليوم ملي الملك اطلق المشروع التنموي في الصحراء بعد ما دار المجلس الاقتصادي والاجتماعي واحد الدراسه مهمه راه موجوده في الانترنت يمكن لكم تطلعوا عليها، انه نفس المحتكرين هما الذين سطروا على هذه المشاريع هما اللي باغيين يستافدوا، وماشي هذا هو المغرب اللي بغينا. اذا هذه حتى هي كانت من الفرص الضائعه. وحنا كنقولوا كون كانت تنظمات انتخابات حره ونزيهه ماشي فقط في الصحراء في كل المغرب، هذه ورقه رابحه من اجل ان نربح قضيتنا العادله. كان بالامكان المدخل الديمقراطي اساسي، ضيعنا هذه الفرصه التاسعه. الفرصه العاشره راكم عارفينها هي المتعلقه بانطلاق حركه 20 فبراير في خضم الربيع الديمقراطي او الربيع العربي كما يصطلح عليه، واللي لاحظنا بانه واخا تم اسقاط رؤوس الفساد ما تغيراتش البنيه. هنا فين كنقولوا خاص تغير البنيه بالنظام ونغيروا المجتمع، نغيروا المجتمع ونديروا ديك الثوره الثقافيه السياسيه لنهاجم بها ونحارب بها يعني هذه المحافظه المميته الظلاميه اللي كاينه متفشيه في بلداننا. اذا هذه الفرصه ديال 20 فبراير يعني الشباب انتفض ودار ارضيه وكينادي بالملكيه البرلمانيه وبالاصلاحات العميقه في البلاد وبشكل سلمي وحضاري غيتم الالتفاف عليه من قبل واحد العدد ديال الجهات اللي ما كناش كنظنوا بانها ما غاديش تكون في صف الشعب في هذه المناسبه، خصوصا وان المخزن خذلها ووجه لها الضربه القاضيه. رغم ذلك استمرت في اختيار الكراسي عوض البرنامج السياسي وعوض الانخراط الى جانب الجماهير الشعبيه. اذا وصلنا لهذه المحطة العاشرة، ومن ثم من 2011 ل 2018 والدولة العتيقة لقات راسها اليوم أمام المغرب العميق في مواجهة مباشرة، وهي اليوم تغلق القوس اللي تفتح في 2011 ديال شوية الانفتاح. وقلنا ربما واخا الدولة ما كتآمنش بالإصلاحات هذا ربما بشوية غادي نمشي لشي حاجة. وهذاك الدستور 2011 بالمناسبة اللي وضعات راه البعض كان كيقول خصنا غير التفعيل ديالو، لا، دستور غير ديمقراطي لا يحتاج إلى تفعيل ديمقراطي، نحن بحاجة إلى دستور ديمقراطي وإلى فصل السلطات عاد يمكن لنا نقولوا تنزيل. رغم ذلك غادي نلاحظوا بأنه الدستور ديال 2011 ماشي دستور ديال الانتقال الديمقراطي ولا دستور يعني انتقالي ولا دستورا ديمقراطيا، واحد دستور لامتصاص الغضب. والدليل على ذلك هو أنه يعني الفصول اللي جات فيه اللي جات مهمة أنه لم يتم تفعيل ديالها إلى الآن. إذا شفنا بأنه في هذه اللحظة يعني هذا المحطة ديال 2011 لليوم 2018 المغرب يراوح مكانه، والحكومة اللي جات ورفعت الشعار ديال محاربة الفساد والاستبداد طبعت مع الاثنين، وأنه بنكيران واحد بنكيران جوج بنكيران ثلاثة اللي نزلوا بدون سند قانوني ما لقى باش يدافع على راسو، وهو كان يعني يخضع للاملاءات الداخليه والخارجيه، وضيعنا في الحقوق في المكتسبات وفكوا صندوق المقاصه. واليوم راكم كتشوفوا يعني غير هذا التحرير ديال الاسعار ديال المحروقات شحال ضيع علينا ديال الملايير اللي يعني تم التقدير ديالها من قبل البرلماني ديالنا عمر بن فخيل ب 17 مليار يعني ديال الدولار غير من 2016 لهنايا. كيف يعقل وتتسقط في نفس الجيوب ديال هاد الناس اللي كيحتكروا، في حين هذيك 17 مليار حنا محتاجين بها على الاقل نستثمروها في التعليم باش يقراوا وليداتنا في القرى وفي الجبال وفي كل منحه باش تعطيهم الفرصه. كيف يعقل؟ وهنا كنشوف يعني غير هذه بضعه ايام يعني وزيره البانيه كتقول هذا المغرب يا عجب، كيف يعقل انه الناس المتفوقين كيديروا الطب او الهندسه وكذا والاخرين اللي موراهم حتى هما مزيانين كيديروا شويه الاقتصاد وكيطبقوا الاقتصاد التبعي والاخرين في الفصل هما اللي كترشحوا الانتخابات والاميين منهم وكيتحكموا في هذا الشيء كله.
إذن الدولة بتحكمها في الخلطة السياسية يعني بحال اللي غاسلة علينا حنا يديها. وجات في الانتخابات الأخيرة وكتقولنا راه كاين واحد القطبية كيروجوا لها غير قالوا الانتخاب راه كاين واحد القطب محافظ وكاين واحد القطب حداثي اختاروا بيناتهم وكأن المغاربة قاصرين. بالفعل حنا عندنا الأمية الأبجدية وحتى الأمية السياسية وعندنا العزوف اللي وصل 70% لأنه تقريبا 26 مليون ديال المغاربة واصلين باش يشاركوا في الانتخابات ولكن يعني 15 مليون فاصلة 7 هما اللي مسجلين وفقط 6 هما اللي كيشاركوا. إذا العزوف باقي مستمر. وعلاش كاين العزوف؟ لأن نفس الوجوه بقات وأن البرامج لا تطبق وأن الناس كتستافد من الريع وأنها ملي كتوصل الحكومة كتضرب المكتسبات وكتضرب الحريات وبما فيهم هذه الحكومة هذه اللي دارت فينا اللي ما يدار يعني الضرب ديال التقاعد وأنها ضربات التعليم أنه وتعمل على وعد الوظيفة العمومية. وهنا خصنا ننتبهوا أننا بحاجة إلى مناصب في الوظيفة العمومية في الصحة في الإدارة في كل شيء لأن عندنا النسبة ديال التأطير الإداري والصحي وهذا قليلة وهي جاية تجيب لنا يعني التوظيف بعقدة وكتضرب يعني تضرب يعني الوظيفة العمومية. واليوم أنا كنقول لكم راه 20,000 حتى 25,000 أستاذة وأستاذ كيمشوا كل سنة للتقاعد بكل الأسلاك من الابتدائي حتى الجامعي. كون كانت شي إرادة قوية هاد 20,000 ولا 25,000 نخلفوهم بأحسن الأساتذة ونختاروا المتميزين في البكالوريا هما اللي يديروا التكوين باش يكون أستاذ الابتدائي وديال الإعدادي والثانوي والجامعي وغادي تشوفوا المدرسة ديالنا كيفاش غتنهض لأن المدخل ديال التنمية هو المدرسة العمومية الجيدة. والدولة ما تبقاش تبكي علينا الدولة خصها تعتبر الاستثمار فيها استثمار استراتيجي لأن تما فين كان حق تكافؤ الفرص وفين خصنا نحافظوا على مدى على الاختلاط المجتمعي. خاص ولد الطبيب يبقى يقرا مع ولد الحارس ما خصناش دير لنا تعليم بسرعتين او اكثر باش يبقى المنبع ديال النخب واعاده انتاج النخب. حنا كنشوفوا واحد دري ما كيعرفش يهضر ولد واحد الوزير وعاطينه مؤسسه قداش هي كيستافد وكيستقبل الناس ما كيعرفش يقول لهم السلام عليكم. وحنا عندنا شباب مكون واللي هو يعني واعي ما كاينش لاننا في بلاد ديال باك صاحبي ما كيمكنلوش انه يمكن لهم يحصلوا على المنصب اللازم. صافي سمحوا لنا انا غادي نحاول نقص شي شويه من هذا الشيء هذا. اذا شفنا هذا الشيء كله قلت لكم كاين هناك استعجاليه البناء الديمقراطي. استعجاليه البناء الديمقراطي باش يمكن لنا نمنعوا الوطن ديالنا ونكونوا قادرين باش نواجهوا هذه السلطه المفوقيه ونحافظوا على ما يمكن الحفاظ عليه بحال فرنسا ما بغاتش الخصوصه ديال التعليم والصحه ونبني واحد النظام ديالنا اللي يحافظ على الكرامه الانسانيه واننا نتجنبوا هذه الفوضى الهدامه اللي جاينا واننا نحلوا المشكل ديال الصحراء واننا نبنيوا الجهويه المتقدمه واننا نحدوا من هذه الانتفاضه الشعبيه بالجواب على ما ينتظره الشعب لصيانه كرامته. هنا كذلك يعني كاين شي حويجات. اذا شنو خصنا نديرو نورمالمون كل نهار كنقولوا ها يعني التشخيص كلشي كيعرف التشخيص والتشخيص ديال الوضع ديالنا صعيب. ما العمل؟ ما العمل؟ هو خصنا نحطوا الخطه كيف ومع من والى اين. شكون حنا اللي قادرين اننا نقودوا هذه السفينه؟ قلت لكم هذيك القطبيه المزيفه وسط منها يمكن لنا نخلقوا واحد الخط الثالث ديالاش ديال النضال الديمقراطي. شكون فيه؟ فيه الديمقراطيين، فيه التقدميين، فيه الحركه النسائيه، فيه الحركه الامازيغيه، فيه المثقفين. فينا هما مثقفونا؟ حنا بحاجه الى حنا نستغيث المثقفين ديالنا. كيقول كاين فراغ ايديولوجي ما عرفناش العالم في غير علاش ما عرفناش؟ اش كديروا انتم؟ اليوم المعلومه موجوده وقريبه خصكم تبحثوا وتعطيونا والتعاون السياسي باش يمكن. ولكن هذا السياسي اللي في هذا الحقل المشتت كل مره كتجينا شي فرصه كتلقانا غير جاهزين. علاش حنا غير جاهزين؟ اليوم يعني الحراك الشعبي سبقنا خصنا نتداركوه ماشي باش نقودوه او نهيمنوا عليه او نركبوا عليه لا باش يمكن لنا نتعاونوا معاه. ولهذا خصنا نوجدوا المقاومه والصف متراس. حنا كنشتغلوا حزب اشتراكي موحد كما تعرفون جمع خمسه ديال المكونات يساريه خمسه المدارس اللي فيها افاده كبيره وعملنا جنبا الى جنب وخدمنا وشكلنا
هذا الحزب الاشتراكي الموحد بتضحيات الجسام، وتضحيات كانت كبيره، ولكن دخلنا داخلنا المأسسة ديال التيارات باش ما نبقاوش بالقناه وتتسامحوا مع بعضياتنا. علاش؟ لان بغينا نسترجعوا ديك القيم الرفيعه ديال دكران الذات. حنا في خدمه الوطن، لسنا في خدمه مصالحنا. هنا خصنا نتسامحوا وخصنا نزيدوا القدام وجمعنا راسنا. في 2007 شكلنا مع اخواننا في فيدرالية اليسار الديمقراطي قبل ما تكون فيدراليه حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعه الديمقراطي الاشتراكي، درنا التحالف. حنا ودنا لانه راه ماشي ساهل داك السنوات الجمر الرصاص وهاد السلطه او هاد النظام السلطوي الذي ما فات ان يجدد ادواته السلطويه من الفديك توصلنا للبان. كل مره كيخرج لنا شي اداه وكيعطيها الامكانيات الماديه وتتوصل للتلفزيون وكيوصلهم كيعطيهم كل الامكانيات، في حين يعني حنا كيزيرنا بهاد العاملين على الاقل المادي والوصول لوسائل الاعلام. الحمد لله اللي حنا عايشين دابا في هذه الثوره المعلوماتيه اللي كتجعلنا اننا نتواصلوا مع الناس. اذا حنايا بالنسبه لنا خصنا نزيدوا في هذا الطريق. كفيدراليه قدمنا في 2014 في 23 مارس اختارينا هذاك التاريخ واسسنا الفيدراليه، وضعنا ارضيه سياسيه في حدودها الدنيا. كنقولوا بلادنا باش تقدم خاص الديمقراطيه الحقه. اشنا هي؟ الملكيه زائد ديمقراطيه تساوي ملكيه برلمانيه. وهنا اجيو نتفقوا اشنا هي التفاصيل ديال هذه الملكيه البرلمانيه، اشنا الاختصاصات ديال الملكيه، الحكومه كيفاش خصها تحكم، كيفاش خص يكون البرلمان وكيفاش كيشرع وكيفاش كيراقب، وشنا هما الممثلين ديال الامه اللي خصهم يكونوا نزهاء والذمه ديالهم ضريبيه صافيه وما تيتاجروش مخدرات ومثقفون. حنا بغينا خيرنا هو اللي يقود هذه البلاد، حنا ما بغيناش هذوك تجار المخدرات المافيا يجلسوا لنا تما في البرلمان، ولا واحد جايب اختو، واحد جايب خالته، واحد جايب هذا، ماشي معقول هذا الشيء اللي كيجرى في بلادنا. اذا حنا قلنا راه المدخل ديال اي نموذج تنموي هو مدخل سياسي، لان مشكلتنا في بلادنا هي مشكله بنيويه ديال نظام سياسي ملكيه تنفيذيه مستبده وابانت عن فشلها. لان من يختار؟ هي التي اختارت هذه النماذج. حتى واحد ما اختار، حتى ما كان يتكلم في العهد الحسن الثاني الوزراء كان يقرطن السبي سبع ايام باش غيوريه شي ملف فيه شي حاجه هو اللي طلبها منه. اذا انا كنقول المدخل لاي نموذج تنموي هو مدخل سياسي، وبالدرجه الاولى خصنا ننتقلوا الى الملكيه البرلمانيه بالدستور الديمقراطي اللي خصو يواكبها، بالفصل الحقيقي ديال السلط، وبالاصلاحات ديال الانتخابات وديال ديال ديال الخارطه السياسيه في البلاد وديال الاحزاب كذلك، واننا تكون عندنا يعني ليكزيجونس ديال الامتياز والتميز. اللي بغى يقود هذه البلاد خصو يكون قادر على التضحيه ماشي يجي باش ينهب هذه البلاد وما تبقى. وخصنا الربط ديال المسؤوليه بالمحاسبه، وخصنا الاستقلاليه ديال القضاء واصلاح نظام العداله ككل. هذا الشيء الا ما درناش ما غيمكنش. وملي تنجيو المدخل الاقتصادي، المدخل الاقتصادي حتى اليسار اليوم على المستوى العالمي ما عندوش مشروع بديل متكامل، ولكن كاين هناك مداخل خصنا نحللوها وخصنا ندققوا فيها ونشوفوا حنا كمغرب شنو هي المؤهلات ديالنا، شنو هي الثروات ديالنا باش يمكن لنا نشتغلوا. ولكن حتى ملي كنجيو نحطوا النموذج الاقتصادي المدخل ديالو سياسي. الا ما حاربناش الفساد والريع والافلات والعقاب والاستبداد بالسلطه والنفوذ، ما كاين حتى نموذج اقتصادي غادي ينجح لك، ما كاين حتى شي مستثمر اللي هو محترم غادي يجي عندك لهنايا. اذا الاصلاح الاقتصادي اصله اصلاح سياسي. خصنا نسالوا مع هادشي ومن بعد شنو غادي نديروا باش نبنيو نظام اقتصادي لا يكفي ان نختار اية سياسة صناعية، اية سياسة فلاحية، كيفاش نهضوا بالعالم القروي وكيفاش نهضوا بالجبل. لا، خصنا اصلاحات مؤسسة كقاعدة. اصلاح ديال الادارة، ادارة اليوم فاسدة وفيها نخب دون المستوى، ماشي كلهم، واحد النسبة كبيرة. وحنا كنشوفوا اللي طلع الحكومة كيزرع ديالو في الادارات، يلا كيستافدوا. هذا ناهيك على الاشباح وداك الشيء راهم باقيين، والزوجات ديال هذا والازهار وهذا الشيء كله باقي. اذا الاصلاح ديال الاداره اساسي، والاداره حنا كيساريين كنقولوا الاداره هي عماد القوه ديال الدوله، لان الدوله القويه
هي اللي كتبني المجتمع المتقدم، ما كاينش فيها. ولهذا الإدارة خصها تكون مزيانة، القضاء، ونجيو للتعليم. التعليم اليوم اش كنعلمو؟ خصنا نطرحو السؤال ماذا نعلم؟ كنعلمو أن نطوروا الفكر ديال الإنسان. أنا ماشي الشحن، أنا خصي ذاك العقل ديال الإنسان يكون قادر على التفكير وقادر باش يكون العقلانة. إذا خصنا ماذا نعلم؟ إعمال الفكر. وباش نعطيه الأدوات خصنا منهجية صحيحة، وخصنا نعطيه شبابنا منذ التنشئة إمكانيات يحصلوا على ثقافة عامة محترمة، وأنهم يكون عندهم إمكانيات ديال تطوير الحس النقدي. هنا إلا سمحتوا لي كاين هذه المسألة ديال 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 الكفاءات ديال إعمال الفكر. كاين يعني لا كاباسيتاسيون، يعني القدرات يعني المعرفية والقيمية اللي خصنا نسلحوا بها شبابنا. لأنه كنشوف اليابان 3 سنين وما تيعلموا الدراري الأدب. حنا كيف يعقل واحد الشابة ترمي الأستاذ بالطباشير والأستاذ يسرقها ونزول ليه وحنا في مصيبة، عوض أن نفكر في أمور أساسية. العنف منبود، التربية هي الأساس. الشعوب اللي ماشي عندها تربية وكتعانش بقيم عالية رفيعة لا يرجى من ورائها خير. ولهذا خاص المدرسة إعمال الفكر، ثم القدرات المعرفية والقيمية، ثم ثالثا قيمة العمل. احنا في هذا العالم اللي كنعيشوا فيه قيمة رأس المال، اللي عنده الفلوس عنده كل شيء. احنا بغينا قيمة العمل ترجع، قيمة العمل أنها ترجع. والمسألة الأخرى اللي خص المدرسة تعلمها لنا والمحيط الثقافي يعلمها لنا، أننا نتعلموا أننا نعيشوا معا، نعيشوا في أمن وسلام تعايش، وأننا نعرفوا نسجوا علاقات مع أنفسنا بهذه المدرسة المزيانة بحال هكا. باش نسجوا علاقة مع أنفسنا خصنا نبني ثقة في نفوسنا. ثانيا نسجوا العلاقة مع الآخر رغم اختلافنا معه. وهنا فين كنطوروا يعني إمكانيات ديال الحوار النقد، الحوار الديمقراطي. أنا مختلف معاك ولكن كنحترمك. حنا تنشوفوا اليوم غير كتبنا شي حاجة غير في الفيسبوك، أنا كنقول لهم راه بغينا المثقفون أنهم يساهموا معنا في تنوير الشعب، ماشي غير دوك أشباه المثقفون اللي كيتكلموا عند الطلب كيجاوبوا وحدين. ودابا تشوفي عذاب القبر أيتها الملحدة أيادي، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يعقل أن هاد توا المعلومية الماتية حنا حولناها إلى ديفيرسواغ ديال الكبت وديال التخلف وديال لا ثقافة وديال لا أخلاق؟ وهذه أداة يمكن لنا نربحوا بها الوقت كثير ونزيدوا نتقدموا إلى الأمام. إذا أنا بالنسبة لي بغيت نحكي لكم واحد القصة، ربما باش ما نبقاش نغوت أنا شوية كنرفع الصوت بزاف. اكتشفت بالصدفة واحد العالمة من أصول جزائرية كتعيش في فرنسا، وهي عالمة في مجال بسيكولوجيا التعلم. اش غادي تلاحظ هذه السيدة هذه؟ أنه في مراكز البحث الكبيرة فرنسا لنسير وغيرها، هاد الناس باش يديروا التنظير الحقيقي للتعلم مشاو كيبحثوا في الطريقه اللي كانوا كيقراو بها جدودنا. تخيلوا معايا، كتبان لكم شويه غريبه لانهم كيشوفوا جميع التجارب العالميه وكياخذوا الاحسن. كيفاش كانوا تعلموا جدودنا؟ كانوا الدراري كيلعبوا في الباديه وكيجريوا في الحقول، ومن بعد كيدخلوا للمسجد كيتعلموا شويه 4 ساعه كذا. كتلقى الطفل في 7 سنين متمكن من 70,000 مفردة. مزيان. هاد الناس اش داروا؟ كنحيدوا هذا الشيء كامل، وهانتوما المناهج مزيانة جديدة. فهاد المناهج الجديدة كنلقاو الطفل ديالنا في 7 سنين اليوم كيحصل فقط 50 مفردة. أنا كنذكر بأن واحد العدد ديال الناس اللي كانوا قراو في المسيد وقراو حتى الشهاده الابتدائيه وكانوا كيتقنوا اللغه العربيه واللغه الفرنسيه والحساب وكيتكلموا وكيقراوا. حنا اليوم حتى في الجامعه، وهذا ماشي الخطا ديال الطلبه، ما كاينش هادشي، ما كاينش. اذا انا كنقول لكم هاد الناس راه ماشي تيقراو القران في تشيكوسلوفاكيا وفنلندا وداكشي، ولكن اش كيديروا؟ كيعملوا على انهم يعلموا الاطفال واحد العدد ديال العلوم للتمكن من المكان والزمان. وهذاك الشيء كيخلق على مستوى الدماغ بحال شي طرق تتحفر وكتجعل انه داك الشباب كيكون من بعد ذكي. اذا اليوم الى منعونا من هذه الطريقه اللي كتجعلنا اذكياء، اذا هم يريدون تغييب الذكاء باش تبقى بلداننا فقط عباره عن سوق
يبيعوا لنا ما بغاو فيها، وحنا لا نفكر ونحن فقط مستهلكين للعلوم ولسنا منتجين لها. اذا كل حاجه ناخذوها بالقياس ونعرفوا واش كاين. هذوك الناس قلت لك كيديروا كل شيء، كتدخل القسم ها العدس كاين بت هكذا، كيجيب لهم ميكروسكوب يشوفوا يعني كيفيقوا جميع الخلايا. واليوم كاين واحد العلم سميتو يعني لا نيورو سيونس، انتم كتعرفوا هاد لا نيورو سيونس علم الدماغ، عرفوا واحد الثوره غير في هذه العشريه الاخيره لا تتصور. ولت تقول حتى هي بانه كل واحد فينا يمكن ليه يفيق لي نورون ديالو. كاين علم اخر سميتو ليبيجينيتيك، انه غير بالايحاء يمكن تقول لوليداتك انك انت راجل مزيان، انت يا مرا مزيانه، غادي تكونوا نتوما نابغه، غادي يمكن يكونوا غدا خدامين في لا نازا، راه ماشي غير هنايا. ولهذا ما خصناش نستهنوا. اذا اذا سمحتوا لي انا كنقول في اطار هاد البلوره ديال النموذج التنموي، انا قلت لكم مدخل سياسي مدخل اقتصادي، خصو كذلك اصلاحات اساسيه ومؤسسه، ومشيت للاصلاح ديال التعليم وبقيت غاديه فيه، خاص اصلاحات ديال قطاعات اخرى، خاص اصلاح ضريبي، خاصنا كذلك هاد الناس ما يبقاوش يتكلموا لنا غير على التوازنات الماكرو اقتصاديه، خاصهم هذيك التوازنات الماكرو اقتصاديه تخضع للتوازنات الاجتماعيه والتوازنات كذلك البيئيه. خصنا كذلك اننا في اطار هاد التصور المنسجم استباقي اللي خصو يحكم يعني الوضع ديال هذا المشروع التنموي البديل اللي بغيناه، انه ناخذ بعين الاعتبار على الاقل واحد ثلاثه ديال الحويجات. المساله الاولى هي هاد العولمه بكل ما لها وما عليها، واننا نقوموا بالتحليل ديالها ونشوفوا فين بغات تدينا باش يمكن لنا اننا نتفادى هاد الشيء هذا، واننا نتفادى هاد الخراب، واننا نستفيد من كل ما انتجته الانسانيه من علوم باش يمكن لنا اننا ننتج افكار ونرسموا طرق جديده باش يمكن لنا اننا نتقدموا ونوصلوا للديمقراطيه ونوصلوا للبناء يعني شي نموذج اللي هو متقدم. خصنا كذلك ننتبه من هذا الصعود ديال التطرف وديال الارهاب في محيطنا، وان لا ننخدع بالصوره اللي كيصيفطوا لنا باش يمكن لنا حنايا نقوموا بالثوره التنويريه ونعيد قراءه تاريخنا الحضاري والاسلامي على ضوء متنور، باش يمكن لنا ما نبقاوش وليداتنا يمشيو لوندوكترينمون من هاد الجهات هذه. اذا اليوم كاين ازمه مركبه عالميه ايكولوجيه، وكاين حتى ازمه ديال المعنى وديال ديال ديال الاتجاه الى اي طريق سنسير، وخصوصا وانهم دخلوا لنا هاد ما يروج له مؤخرا اللي بديت به، وانه راه ما كاين حتى شي علاقه ما بين التنميه والديمقراطيه. اذا غير سيروا حاولوا تطوروا شي حاجه للتنميه بلا ديمقراطيه، حنا كنقول لهم لا، لا تنميه بدون ديمقراطيه. ثالثا انه خصنا نربحوا الرهان ديال البناء الديمقراطي في بلادنا، وهذا الشيء كيف قلت لكم كيتطلب واحد الصف متراس، وكيتطلب كذلك تجديد الفكر والادوات والجسور الجسير مع المجتمع المدني ومع المثقفون ومع الحركه النسائيه، باش يمكن لنا اننا نخوض المعارك كلها وناخذوا بعين الاعتبار هاد السلطه المضاده الناميه الجديده اليوم عبر وسائل التواصل ولا عبر الحركات الشعبيه، باش يمكن لنا ندخلوها في المعادله، واننا نجتهد لنشكل نحن الجواب السياسي على هذا الحراك الشعبي اللي كاين، ماشي غير متابعين ورافعين الشعارات. راه مزيان نهبطوا، لان الضغط في الشارع والضغط في المؤسسات مهم، وخصنا نتنقلوا من الشارع المؤسسات والمؤسسات للشارع، وهذا الشيء اللي قاموا به رفاقنا فوتات الحاج، هما منتخبوا وتيدافعوا وتيناضلوا داخل المجلس، نوصلوا للحيط هابطين للشارع مع الناس كمنتخبين، واليوم راهم متابعون، ولكن ماشي مشكل، نحن نعتز ونفتخر بهذا الرفاق اللي هما اليوم كيضغطوا، واللي بفضل نضالاتهم المستشفى راه دابا كيتصلح هذا المستشفى. اذا خصنا نفهموا بانه بلادنا ما فيهاش ديمقراطيه، وان المدخل راه الديمقراطيه ديال الدوله والديمقراطيه ديال المجتمع، والديمقراطيه ديال المجتمع هي انه نوصلوا الخدمات كلنا على قدم المساواه. كاين كذلك كاين واحد العدد ديال 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 ديال, ديال الامور، المدخل ديال الاصلاحات الدستوريه، المدخل كذلك ديال الاصلاحات ديال الاحزاب السياسيه. حنا اليوم عندنا 35 ديال الاحزاب على الاقل 20 منها ماشي احزاب مستقله، هذه الاحزاب خصها تحل راسها، ولا لا بغات تبقى خصها انها تصلح راسها، ولا وحنا من واجبنا ان نشرح للمواطنات والمواطنين ونوعيهم باش يفهموا بان هذيك الاحزاب لا يرجى من ورائها خيرا. كاين كذلك اننا خصنا
نعاود تمام الوعي بكل المعيقات. والمعيق الاول قلتكم هو معيق بنيوي، اذا مدخل هو يعني البناء ديال 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 الديمقراطيه عبر الفصل ديال السلطات. وانه الديمقراطيه ماشي فقط ديمقراطيه تمثيليه اللي مازال ما نجحناش فيها، ربما احنا نبداو بالديمقراطيه التشاركيه. وهنا كاين تجارب في امريكا اللاتينيه ديال مجالس الاحياء وديال اشكال متعدده ديال الديمقراطيه التشاركيه اللي يمكن لها انها تنمي الوعي. خاص كذلك اننا نحاولوا ان ننتبهوا لواحد المساله اللي هي اساسيه، انه ما يمكنش لنا نجحوا في انتقال ديمقراطي الا استطعنا اننا نعيد هنا يعني واحد الطبقه متوسطه اللي كتعبر على واحد الوعي السياسي اللي يمكن لنا بها اننا نخلقوا واحد ميزان قوى جديد اللي يمكن ليه يساهم باش هاد انتقال ديمقراطي يحصل، ماشي غير نبقاو نتكلموا عليه انه يكون حقيقي. وانتم كتعرفوا الدور اللي كتلعبوا الطبقات المتوسطه في العالم اليوم، احنا ما بقاتش عندنا حس اعاده بناء. وكيفاش اعاده بناء؟ يجب ان نناضل باش يكون الرفع ديال الاجور، وانه هاد الناس تحترم الكرامه ديالهم باش يمكن لهم يهتموا بالشان العام وانهم ينخرطوا. اذا خاصنا اننا نعيد النظر في واحد العدد ديال الامور بما فيها اننا يجب ان نعيد النظر في إمكانية إعادة التأهيل السياسي وتوضيح المشروع السياسي اللي يكون هو الجواب على هذا الحراك الشعبي، ويكون يعني فيه جواب شامل اللي غادي ينقل هذه المناطق المنكوبة التي تحتاج اليوم إلى أنها تستفيد من حقها في التنمية. ولن يمكن لها أن تستفيد من حقها في التنمية إلا إذا بنينا واحد النظام ديمقراطي اللي هو ماشي ممركز ولكن لا ممركز، واللي يوصل لنا الديمقراطية على كل على مستوى الجهات. إذا هادشي كله خصنا كيف قلت توطيد الصف، ولكن خاص كذلك انفتاح. انفتاح اليوم على الأقل قلنا المثقفون اللي رجعوا وجلسوا في واحد القاعة ديال الانتظار خصنا نخرجوهم منها باش يمكن لهم يشاركوا. حنا بغينا كذلك واحد العنصرين اساسيين في المجتمع ديالنا اللي هما النساء واللي هما الشباب. الشباب يجب ان ينخرط، الشباب يجب ان ينخرط، لان الشباب حامل معاه واحد 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 الامكانيه ديال انه ياخذ المبادره وانه يتحمل بعض الخطوره. لان ملي كيجي واحد الجيل بعدنا كنكبروا في السن وحنا كنجلسوا شي شويه كنرجعوا للور. اذا الشباب هذه معركته، خصو ينخرط في المستقبل ديالو اليوم وما ينتظرش، والا غادي تبقى الحال غاديه من سيء الى اسوء. لان الازمه اللي كيعرفها النظام العالمي هم يصدرونها الينا، وهم يجتهدون في ايجاد المخارج التي تحافظ على امتيازاتهم وعلى مصالحهم ومصلحتهم في ان نبقى نحن شعوبا لا تنعم بالديمقراطيه ولا بالحداثه ولا بالعلم ولا بالمعرفه. هنا فين خصنا اننا خصنا نفتحوا، وخصنا اننا نعطيو دور للشباب باش يمكن ليه انه يمكن ليه يتعاون معنا. وخاص كذلك مساله اخرى هي انه ما يمكنش لاي حركه، حنا كنتكلموا الفيدراليه كنواه صلبه يعني هاد الجبهه وبغينا تكون منفتحه، ولكن الانفتاح ها هي الجبهه، خاصها تنفتح على اطر اللي اليوم الدوله كتستقطبهم وكتحرمنا من عطاءاتهم، ونفتحوا كذلك حتى على اطر مغربيه اللي هي هاجرت في اطار الهجره ديال الادمغه تجي تعاوننا. فرانسوا ميتيرون كان كيقول واش هاد الدول الناميه ما كتنتبهش، راه اكبر نزيف تعاني منه هو هذيك الادمغه الوطنيه التي رحلت، هذيك هي طوق النجاة. اذا حنا كنأسسوا في هذه الجبهه اللي هي واسعه وعريضه وفيها مكان للشباب وللنساء والمثقفون والحركه النسائيه وكل التقدميين الديمقراطيين مع الاخوان ديالهم في الفيدراليه ديال اليسار الديمقراطي، ولكن بغينا نفتحوا على المثقفون. ولكن خصنا كذلك ان ننغمس في المجتمع. لا يمكن لنا باي شكل من الاشكال ان نترك المجتمع ضحيه لتجار الدين ولهاد الناس اللي كيتكلموا على الاخلاق وهم بعيدون عن الاخلاق، وكيتكلموا على القيم وهم بعيدون عن القيم. انا كنقول لكم بانه القيم هي قيم كونيه ويجب ان نتشبث بها، وساهمت فيها كل الديانات التوحيديه وشاركوا فيها الفلاسفه شاركوا باش خلقوا هذيك المنظومه ديال القيم الكونيه. وخاص كذلك المركزه ديال حقوق الانسان. حنا خصنا الدور ديالنا ان ننغمس كيف بتوعيه الجماهير الشعبيه
ونعلمها الحقوق ديالها وأن ندافع عنها وأن نترافع معها على حقوقها وأن ننخرط في معاركها وأن نكون إلى جانبها في كل المحطات وأن نبدع وأن نبتكر، لأن هذا العهد هذا اللي كنعيشوا فيه هو العصر ديال الابتكار وديال 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 الاجتهاد. في مشاو لي النظرات ديالي، سمحوا لي طولت عليكم شي شويه، انا قررت باش نختم هنا. فين كنقولوا بانه يعني من المداخل، انا قلت قبيله، هو انه خصنا الامكانيه ديال الولوج للتربيه، واللي الدوله المغربيه كتعترف به كحق اللي وقعت على يعني هذيك الاتفاقيه ديال الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، والحق في التربيه هو حق افقي خصنا ندربوا عليه، لان هذاك الحق هو اللي غيأسس الحقوق الاخرى، هو اللي غادي يسمح غدا لاننا غادي نصنعوا كفاءات كثيره اللي غيمكن ليها تبيع وتجتهد وتخلق المقاوله ديالها. واليوم انا بغيت ننبهكم واحد المساله كيقولوها لنا، وخاصنا الناس نكونوهم باش يخدموا لومبلويابيليتي، هذا صالح للخدمه هذا ما صالح. هذه القضيه ديال لومبلويابيليتي اذا كانت انسان خاصنا نشنقوها ونحيدوها علينا من الطريق. حنا خاصنا الانسان المبدع، حيت كيف كيقول دريسة بركان في سنة 2035 النص ديال المهن اللي موجودة اليوم ستختفي. إذا العقل الإنساني سيجتهد في إيجاد مهن جديدة أخرى، خصنا نكونوا حنا منخرطين. وهنا فين خصنا يعني نفكروا في الورش الكبير ديال التربية وديال التكوين وديال التمكين ديك القدرات اللي قلت لكم قبيلة المعرفية والقيمية والإمكانية ديال تطوير الحس النقدي والقيمة ديال العمل والقيمة ديال العيش يعني معا في اطار تطوير الثقافه ديال 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 الاختلاف واحترام الاختلاف. هادشي كله خصنا حنا نطوروه باش يمكن لنا غدا ما يبقاش عندنا مشكل ديال البطاله ديال الشباب. الشباب ديالنا غيكون مبتكر، غيسبقنا غير في المجال البيئه، غيخلق مئات الالاف ديال 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 المهن. غير في المجال ديال الذكاء الرقمي غيخلق مئات الالاف ديال المناصب ديال الشغل، وغينتشر راسو من الفقر، وغادي يعاوننا في انتشار وطننا من 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 التخلف. هنايا أنا كان بعجالة، إذا النموذج الجديد التنموي اللي بغينا لبلادنا هو ما يمكن يكون في إطار هذه النظرة الشمولية الاستباقية المنسجمة المتكاملة واللي كتعتمد على الابتكار، واللي في المحور الأساسي ديالها والعنصر البشري تحرره من التخلف وبنائه والتنشئة الجيدة ديالو باش يساهم في هذا المشروع. المدخل هو مدخل سياسي بالإصلاحات السياسية والدستورية والإصلاحات الاقتصادية المواكبة والإصلاحات الاجتماعية الأساسية، واللي احنا كحزب اشتراكي موحد ولا كفدرالية اليسار الديمقراطي كنقولوا مشروع خصو يحافظ على المجانيه والجوده ديال القطاعين الاساسيين اللي هما التعليم العمومي والصحه العموميه، ونحن ضد الخوصصه ديال هاد القطاعين الحيويين الاساسيين، وخصنا نتقاتلوا ونديروا جبهه من اجل الدفاع عن المدرسه والجامعه العموميه، وجبهه من اجل الدفاع على الصحه العموميه والتغطيه الصحيه للجميع. هاد الشيء خصو يكون معركه ديالنا. خصنا كذلك النموذج التنموي ديالنا خاصو يكون ضد الانتاجيه المفرطه، وخاص يكون هذا النموذج يجيب على الحاجيات الاساسيه والحقيقيه للمواطنات والمواطنين. حنا ما خصناش نتجو ونهبوا الخيرات ونبددوا هذه الخيرات، لان اليوم كنعيشوا دين ايكولوجي، نحن نستهلك في نهايه غشت كل ما يمكن للارض ان تعيد انتاجه في سنه. عندنا دين ديال على الاقل 4 شهور كنستهلكوا بزاف، حنا ما محتاجينش بهذا الشيء. خصنا نراجعوا هذا الشيء كله ديال الانتاجيه المفرطه، ما خصناش، خصنا نجاوبوا يعني النموذج الانتاجي يجب ان يجيب على الاحتياجات الحقيقيه، ويجب ان يخضع للاليات ديال التوزيع العادل للثروه. خصنا كذلك اننا نكونوا متحليين بامكانيه قراءه نقديه لتاريخنا وماضينا، والقدره الكبيره على تحليل ما يقع في العالم ومحيطنا باش يمكن لنا اننا نستشرف اش يمكن لنا حنا نعملوا. كاين كذلك خصنا نكون عندنا قناعه بانه كفى من التردد ومن الفرص الضائعه، ما بقينا بغينا نضيعوا حتى شي فرصه. 62 سنه هذه، اذا هذيك القراءه النقديه لتاريخنا والفرص الضائعه غادي تجعلنا مسمحين باش يمكن لنا اننا خصنا نتجندوا للنضال في الشارع وللنضال كذلك في المؤسسات. انا كنقول لكم كاين عزوف كبير على السياسه في البلاد، هذا العزوف الى بقى ما كيخدم الا الدوله العتيقه،
ما كيخدم الا هاد الاحزاب الغير مستقله ولا الاحزاب التي تعمل على المتاجره باحلامنا وبديننا وبكل شيء. اذا خصنا نخرطوا الخيرات، خصنا نتسجلوا في اللوائح الانتخابيه وندفعوا من الناس يتسجلوا في اللوائح الانتخابيه باش ملي تجي الانتخابات تكون عندهم الامكانيه باش يختاروا. وحنا كنتسناو انتخابات ماشي مربعين يدينا، حنا مخرطين باش نضغطوا على الدوله باش تبدا في الاصلاحات، باش تبدا في التوزيع العادل للثروه الى ما غير ذلك. وهنا كنقول ما خصناش نبقاو في العزوف، والمقاطعه هي جريمه في حق هذا المشروع التغييري الذي طال انتظاره. خصنا كذلك نامنوا بانه المغرب فشلات الملكيه التنفيذيه شبه مطلقه، وخصنا ملكيه برلمانيه. كنقولوا في المغرب انه لا يكفي المصادقه والتوقيع على الاتفاقيات الدوليه وعلى حقوق الانسان، وملي كنجيو نشوفوا كنلقاو تغيير يعني في الارض الواقع استفاده من هذه الحقوق. حنا كنطالبوا بليفيكتيفيتي دي دوا، يعني انه احقاق الحقوق وتوفير شروط احقاق الحقوق بالنسبه لجميع الناس. كنقولوا كذلك بانه هذا التوزيع العادل للثروه اللي بغيناه خاصو يبدا باكبر واغنى ثروه اللي هي العلم والمعرفه. وهنا فين كنقولوا حنا كشعب خصنا نهتموا بمركزة العلم والمعرفة قبل مركزة الهوية. وهذه مركزة العلم والمعرفة بالمناسبة غادي تخدم لنا الهوية من بعد، لأن ما خصنا نخرجوا ونتشلوا راسنا من الجانب. هذا الشيء كله خصو يمشي في إطار تصور عام باش نحقوا كيف قلنا العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية اللي هي اللي غادي تساهم في الاستقرار وفي الأمن وفي السلم وفي التلاحم المجتمعي. هاد الناس كي قلنا ما تنتقدوش ما تحركوش، راه حنا السلم الأمن، حنا ما بغيناش السلم في إطار التخلف والاستبدال، حنا بغينا السلم والأمن في إطار التوزيع العادل للثروة وفي إطار العدالة الاجتماعية. ثم أخيرا كنقول بأنه الدولة ديالتنا يعني عملت كل ما في جهدها كي تحافظ على ثوابتها، وأنها حتى عندما تطلق مشاريع نستبشر منها خيرا بحال المشروع الجهوية المتقدمة والمتطورة كما سموها، أنها في أرض الواقع ما طبقت شيء. وحنا محتاجين إلى النظر في إطار هذا التصور الشامل إلى إعادة التهيئة الترابية ديال بلادنا، ونشوفوا الخيرات ديال بلادنا في كينا، ونشوفوا الجهوية كيفاش يمكن لنا ننزلوها. وهذا الشيء كله خصو يدار بالموازاة مع الورش الهام ديال محاربة الفساد والمفسدين. راه ما يمكن شيء إلا بقى الفساد وهاد المفسدين يعتون فسادا وهما يعني يتجولون، هاد الشيء راه ما يمكنش. إذا الورش ديال البناء هو بالموازاة مع المحاربة ديال الفساد وديال المفسدين، والمحاربة كذلك ديال هاد الناس اللي غير أكفاء، حتى شي وحدين ما تيشفروش ولكن غير أكفاء، إذا تضيعوا علينا فرصة. ولهذا المعركة هي كذلك ضد هذا الجهل وضد الأمنيات بكل أنواعها باش يمكن لنا تكون عندنا غدا نخبة مهمة، وضد يعني غياب هذا الأخلاق لدى النخب السياسية اللي خصنا نحاربوها باش تكون عندنا يعني نخب مسيسة ونزيهة. أخيرا يعني أنا كنقول بأنه المدخل ديال هذا الشيء هذا هو مدخل عام، يعني غير بحال داك لا ريكابيتولاسيون ديال حنا دابا في فضاء ديال الثانويه كنديروا يعني مراجعه نهائيه بعجاله، انه النموذج التنموي الذي ننتظره هو نموذج ليس فقط اقتصادي واجتماعي وبيئي وثقافي، ولكنه نموذج سياسي، لان الاختلال الكبير اللي عندنا في البلاد هو اختلال بنيوي ديال طبيعه النظام. اذا خصنا الفصل ديال السلطات، خصنا ملكيه برلمانيه، وخصنا الموازاة مع الفصل ديال السلطات، محاربة بدون هوادة للفساد والمفسدين، وخصنا نبني المدخل الأساس اللي هو المدرسة العمومية اللي غادي تأهلنا وتعطينا الإمكانية ديال هذاك الفرد المبدع المسلح بالمعارف وبالقيم والقادر على أن يخوض معنا هذه المعركة كيف قال ستيفاني السال، يعني أننا خصنا نكونوا واعيين باش يمكن لنا نخرطوا، باش يمكن لنا نتعبؤوا، باش يمكن لنا نخدموا. وخصنا كذلك كما قال امين معلوف اننا كشعوب نخرجوا من ردات الفعل ونخرجوا من الحماس، لا وندخلوا للفعل، نخرجوا من لا رياكسيون وندخلوا لاكسيون، اننا نخرجوا من ردات الفعل وندخلوا للفعل، واننا نكون كلنا مساهمون وكلنا مسؤولون في نشر الثقافه الديمقراطيه،
في نشر ثقافة المساواة، في نشر ثقافة المواطنة، وفي العمل جنبا إلى جنب. هنا غادي ننهي، يعني الدول المتقدمة الأحزاب تجتهد باش تغير الفكر وتجتهد، المجتمع المدني كيجتهد، وحتى المتقاعدين في الدول الأخرى كتخدم مع الأجيال الصاعدة، لأنه اللي عنده شي ثروة معرفية يجب أن ينقلها إلى الشباب. وهذا هو النموذج التنموي اللي بغينا. عندنا فيه تفاصيل، اللي بغى يدخل www.fgd.ma فيه أكثر من 40 إجراء، لأن كاين البعض منكم يقول لي ما قلتي لناش شحال غنخصها نطلعوا التنمية باش نخلقوا شحال المناصب الشغل. ماشي هذا هو الأساس، الأساس هو نوقفوا على مكامن الضعف والضغوطات الدولية اللي خصنا نوعوها، والإقليمية والوطنية للمدخل والبناء الديمقراطي اللي خصنا نكونوا كلنا مجندين، ماشي غير ليه ولكن لكل المعارك الأخرى بالموازاة، في إطار من الاحترام فيما بيننا، وفي إطار من الأمل بأن المغرب غدا يمكن لي يكون ديمقراطي، يمكن لي يكون حداثي، وأن الدولة المغربية غدا يمكن لها تكون قوية، وأن المجتمع المغربي غدا يمكن له يكون متقدم. وحنا الدور ديالنا كيف قال ميشيل فوكو أن ندافع على المجتمع